لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اللي طبعا كان فيها فرق لعبة دور 16 وفرق لسه بتلعب دور 16 وفرق مستنية بدور الثمانية وهكذا. بالعودة إلى اتحاد الكرة مرة تانية، وكنا بنتكلم على استضافة أمم أفريقيا، والكابتن خالد لطيف قال إن يعني أكتر من 70% نسبة حصولنا على الشرف الخاص باستضافة البطولة. فبكرة في الاجتماع محتمل أن يتم مناقشة قرار أو اقتراح يتحول إلى قرار، يعني إن بصوا يا جماعة من الموسم اللي جاي الفريق اللي هيلعب البطولة العربية ما ينفعش يلعب البطولة الأفريقية. أنت تختار واحدة فيهم، لو أنت يعني ليك الحق أنك هتشارك في أفريقيا واختاروك في البطولة العربية تشارك، اختار يا دي يا دي. لكن الاتنين وتعمل لنا نفس أزمة السنة دي، بتكلم على الأهلي والزمالك والمصري اللي لعب، لا مصري لعب أفريقيا بس، الإسماعيلي والاتحاد، فلا اختار يا دي يا دي. هو يعني من حسن حظ المسابقات وكيف من سوء حظنا احنا ان الإسماعيلي أساسا خرج من البطولة العربية قبل ما يروح للبطولة الأفريقية، وان الاهلي خرج من البطوله العربيه قبل بدايه البطوله الافريقيه الثانيه، لكن كان حصل تلاحم ما بين البطوله الافريقيه السابقه والبطوله العربيه الحاليه، فحصل الجدل ده. ونفس القصه بالنسبه للزمالك، يعني بيبدا مشواره الافريقي بعد ما خرج من البطوله العربيه. الاتحاد الناحيه الثانيه بيلعب عربي بس، فمش ازمه. هنشوف بقى هيقرروا ايه بكره. انتهت مباراه بتروجيت مع الجزيرة بمطروح، الشوط الأول والشوط الثاني، الشوط الثالث والشوط الرابع لو بنسميهم كده يعني. وهنروح لركلات الترجيح، الجزيرة بمطروح هيعملها ولا بتروجيت اللي اتحسبت له ضرب الجزاء واتلغت له بعدها بدقايق؟ أنا والله مش عارف يا جماعة أحكم. الكرة تعادت قدامي 7-8 مرات، مش عارف. إيه رأيك مصطفى أنت وهيثم، الكرة دي ضرب الجزاء ولا لأ؟ مصطفى نوير بيقول لي لأ، بيقول لي لأ، ويعني كل الزملاء بيقول لي لأ، إن الكتف بالكتف، لكن هي الكرة جدلية الحقيقة. وكلعبة يعني التحامات ممكن ما تتحسبش. وحسنا فعل الحكم انه لجأ للحكم الخامس على فكرة، ودي حاجة يشكر عليها، لانه ما يعني ما حسش بانه شكلي مش هيبقى حلو يعني ان انا اعتذر او ان انا ما الغيش او الغي القرار بتاعي. بمناسبة الحكام، عندنا كده قصة حصلت النهاردة في الكرة المصرية وتحديدا على مستوى الحكام. لقطة الحقيقة كانت مثيرة جدا للجدل، أو خبر مثير جدا للجدل النهاردة. إيه هو؟ هقول لكم عليه لكن بعد ما نطلع لفاصل، لأن هبدأ معاكم بعدها كمان بعض الأخبار الخاصة بالأهلي وبالزمالك وبالعودة إلى كأس العالم للأندية. اسمعناك يا جماعة، أنا كنت بنادي النوير بقول له يلا بينا بقى نغطي الناحية التانية، ماتش كأس العالم للأندية اللي حصل فيه. لكن بما ان كأس العالم للأندية الشوط التاني بدأ فيه، فحسين الشحات اول ما بدأ الشوط التاني خد انذار، لكن الاحلى بقى ان فريقه تعادل، كايو نجح في تسجيل هدف التعادل كده، العين 2 وريفر بليت 2، ونزل خوان كونتيرو اللي كان عمل الشكل الممتاز في مباراة ريفر بليت مع بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس، اللي هو اول ما نزل كانت غيرت الاتجاهات خالص لصالح ريفر بليت ووصلوا. بدات الناحيه الثانيه هنا في كاس مصر من الامارات على مصر على طول، ضربات الترجيح والتقدم لبتروجيت في اول ركله سجلوها، اما الركله الاولى لفريق الجزيره بمطروح فوانا بكلمك حالا بتعدي الخط ولا ما بتعديش؟ الحكم بيقول ان هي ما عدتش الخط، جت في العارضه وجت بعديها في الارض، لكن الكره في العارضه، وبالتالي الركله الاولى 1 لبتروجيت ولا شيء لفريق الجزيرة بمطروح. واقعة كانت النهاردة مثيرة جدا للجدل وغريبة جدا الحقيقة، وهي انه في قرار بإيقاف حكمين، بل وشطب هذين الحكمين. ليه تم شطب الحكمين؟ لان هم كان عندهم اختبارات، المفروض علشان اختبارات لياقة بدنية يعني، وان هو في تعيينات الحكام، والاثنين ما كانتش لياقتهم جاهزة قوي، فقرروا هما الاثنين ان هما يبعتوا 2 مكانهم. متخيل الموقف؟ بعتوا 2 مكانهم يجروا، فالاثنين التانين دولت يعني بلغتنا كده اتقفشوا، اتمسكوا، اتعرف ان لا انت مين، انت مزور، ده انت مش الحكم اللي المفروض يختبر. فعلى طول عملوا شكوى لجنة الحكام وتم شطب الحكمين. اللي عرف الواقعة دي او عرف واقعة احد الحكمين، هما الحكمين يعني مش عارف الواحد يقول اسمهم ولا لا، لكن هو مكتوبين في كل حته يعني. فالحكم هو محمد حكم يعني اسمه عبد الله عبد الحكيم محمد، وشادي علي كمال. شادي علي كمال من منطقه السويس،
الكابتن مدحت صلاح رئيس لجنه الحكام بمنطقه الجيزه اللي كان مسؤولا عن هذه الاختبارات معانا على التليفون لان هو اللي عرف الواقعه وبلغ عنها. كابتن مدحت اهلا بحضرتك. كابتن مدحت اهلا بيك منورني. اخبار حضرتك ايه؟ بخير؟ والله بخير يا فندم الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عايز اسمع القصه من حضرتك، ايه اللي حصل بالظبط في ان اتنين رايحين يختبروا يبعتوا اتنين مكانهم؟ والله هو اللي حصل معايا انا واقعه واحده بس، هو واحد بس اللي هو الاخ شادي. الحقيقه احنا كنا عاملين اختبارات لمنطقه الجيزه يوم 3/11 الماضي. وكان على ملعب نادي الترسانه. تمام. وكان موجود لجنه اللياقه البدنيه بقياده الكابتن سامي فاروق. هي تهمه، فيعني ابسط حل هو الشطب، لكن بشكل عام اعتقد ان اللي عمل الواقعه دي بتكون عظة ليه او موقف يفيده فيما بعد، ان هو لو بذل مجهود يكسب حاجة بمجهوده فينجح. لكن حتى لو كان عدى الاختبار ده او كانت عدت على اللجنة، كان فيما بعد مش هيبقى حكم ناجح، مش هيبقى حكم دولي، ومش هيبقى كمان الناس مستأمناه على انه يدير مباراة في دوري ممتاز ما بين فريقين. انت ممكن حد يغريك بعد كده باي حاجة، والنفس أمارة بالسوء. فانت لما تبدأ بواقعة زي دي هتبرر لنفسك وقائع اخرى. لكن على اي حال تمام، وقع حصلت، انساها بقى، انا بكلم الحكمين دلوقتي، وركز بعد كده في انك تشتغل على نفسك في اي مهنة انت هتشتغلها بحيث ان انت تنجح بسبب مجهودك. فاز بتروجيت على الجزيرة بمطروح في بطولة الكأس، كأس مصر، بركلات الترجيح بعد ما ضيع لاعبو الجزيرة بمطروح ركلتي جزاء. سجل بتروجيت ركلاتهم جميعا، ففاز فريق الكابتن مؤمن سليمان، واحتفلوا وهم كده متضايقين كنوع من انه احنا يعني ازاي اصلا وصلنا للمرحلة دي. على اي حال كسبوا، عدوا، التاريخ مش هيفتكر خالص الا ان هم كسبوا، وهيلعبوا امبي في الدور ربع نهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم. اما في بطولة كأس العالم للاندية فالمباراة في الدقيقة 65 والتعادل ما بين ريفر بليت والعين في نصف نهائي البطولة 2-2 حاليا. الاهلي مديره الفني حضر امبارح ماتش الفريق مع النجوم، وفاز الاهلي بهدفين دون مقابل. سجل الهدف الاول مروان محسن، وسجل الهدف الثاني مؤمن زكريا اول ما نزل مباشره. لاسارتي على طول بيسافر الى اوروغواي النهارده علشان يرجع باذن الله يوم 28 ديسمبر عشان يبدا مهمته مباشره. الاهلي تاجل له ماتش جيما جافر يومين، فالداخليه وامبي غالبا هيتاجلوا هم كمان. والأهلي كلف أمير توفيق بمهام لجنة التسويق جنب لجنة التعاقدات. كان ده السؤال اللي بنسأله، هل هيسيب لجنة التسويق ويمسك التعاقدات؟ لا، الأهلي قال إن هو مسؤول دلوقتي عن اللجنتين بعد خروج محمد فضل وخروج أيضا هيثم عرابي اللي كان قد عين في هذه اللجنة. ولسارتي قال أنا عايز تقرير عن المصابين، عايز أعرف إيه الأخبار وموقف كل لاعب علشان يحدد إيه اللي محتاجه اللاعبين دول. الاهلي على الجانب الاخر شايف انه صعب ان احمد فتحي يلحق ماتش العوده امام جيما جافر الاثيوبي، والاهلي مسافر، كان المفروض مسافر النهارده لكن اتاجل السفر يومين بسبب تاجيل المباراه نفسها يومين من الجمعه الى الاحد. وصلاح محسن رجع الى التدريبات الجماعيه او هيرجع التدريبات الجماعيه خلال اسبوعين ان شاء الله، وطبعا كانت اصابته بسبب بمزق يعني في العضله الضمه مخلياه مش موجود في قائمه الاهلي. امبارح كان موجود في الهجوم مروان محسن ووليد ازارو اللي يمكن نزل وضيع اكتر من من فرصه. بالمناسبه بيتم تجهيز وليد سليمان وشريف اكرامي لمواجهه جيما جافر. شريف اكرامي امبارح ريح ونزل مكانه علي لطفي، وكان موجود محمد الشناوي اللي هو يعني لسه ما اكتملتش لياقته او جاهزيته حتى الان. اما في الزمالك فالكابتن اسماعيل يوسف عضو المجلس للاداره سيكون رئيسا لبعثة الزمالك في رحلة تشاد مواجهة القطن التشادي اللي الزمالك كسبه ذهابا بسباعية دون مقابل. والنهاردة اعلن الكاف ان الحكم اللي هيدير المباراة هو حكم ايفواري او طاقم تحكيم ايفواري مكون من بننفينجو سينكو ويعاونه عبد الرحمن دي سيي وكوامي جابرييل. اوجروس بيفكر انه يريح بقى اللاعبين الاساسيين، او مش كل اللاعبين الاساسيين، لكن هيدي راحة لبعض اللاعبين اللي هو شايف انه ممكن يريحهم، محتاجين راحة اكتر بما ان الماتش كده كده نتيجته ان شاء الله يعني تكون محسومة بالنسبة للزمالك، وكمان الملعب ملعب نجيلة صناعي، فابعد عن اي احتمالات ممكن تصيب لاعبيك.
أما الإسماعيلي فوصلت بعثته الحمد لله إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني بقى، وبعد ما الإسماعيلي كان فاز بهدفين دون مقابل والمباراة نفسها مسؤولوا القطن الكاميروني قرروا أن هم ينقلوها إلى ملعب اسمه أحمد أهيجو في العاصمة ياوندي بدلا من الملعب اللي هو ملعب مدينة جروة اللي كان المفروض أنه هيستضيف اللقاء، ولكن في بعض الإصلاحات. في المصري البورسعيدي في حالة غضب حاليا من بعض القرارات جوه المجلس، شايفين ان في يعني فرديه في اتخاذ القرارات من جانب رئيس النادي، واحنا شايفين ان احنا لازم احنا كمان نبقى مساهمين في القرارات واحنا مضغوطين وبنتهاجم والجمهور، فدي كانت قصه عامله شويه توتر هناك في المصري البورسعيدي. طبعا احنا مش هنلحق ماتش العين وريفر بليت بنهايته، لكن عايز اقول لكم ان في الدقيقه دلوقتي 67 التعادل 2-2، هل هيحسمها حد ولا هنروح لركلات الترجيح زي ما حصل النهارده في ماتش الترجي وحسمها في ركلات الترجيح امام جوادا لاخارا في مباراه الخامس والسادس؟ هنشوف. على اي حال بالتوفيق، احنا كلنا بنشجع العين عشان حسين الشحات اكيد، وكمان عشان فريق عربي هو بيلعب طبعا فريق كبير اللي هو ريفر بليت الارجنتيني. طيب خلينا اقول لكم بقى فيما تبقى من دقايق سريعا جدا انه الخبر الابرز عالميا النهارده هو رحيل جوزيه مورينيو، وده بقرار مفاجئ. ممكن تكون توقعت القرار ده الاسبوع اللي فات، ممكن تكون توقعته الاسبوع قبل اللي فات، ممكن تكون توقعت اقاله مورينيو من 3 اسابيع او من شهر، لكن لحد امبارح الناس داخله تنام وهم ما عندهمش توقع ان جوزيه مورينيو سيتم اقالته من تدريب مانشستر يونايتد رغم مرور يومين على خسارة أمام ليفربول 3-1. فالنهاردة صحينا الصبح بنلاقي إحنا لغاية امبارح بنتكلم على إنه الشرط الجزائي لو تم إقالة مورينيو هو 24 مليون مليون يعني جنيه استرليني، فرقم كبير قوي فصعب يمشوه. النهاردة الصبح الساعة 10 قرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد إقالة جوزيه مورينيو، مشي خلاص، انتهت حقبته اللي استمرت لمدة 2.5 سنين توج فيهما او فيهم يعني السنتين ونص دولت ببطولة الكأس الانجليزي واللي هو الليج كاب، وخد كمان طبعا البطولة الاهم اللي هي الدوري الاوروبي اللي ودته لدوري ابطال اوروبا الموسم الحالي، فهو بالنسبة له برضو شايف انه انا عملت انجاز، لكن الناس مش مبسوطة خالص بالاداء وشايفين ان الفريق بيفقد هويته، فريق بقى يدافع بشكل زيادة عن اللزوم، والخلاف بقى على بيدافع ولا المفروض الواحد يهاجم الكرة الجميلة ولا الكرة القديمة وهكذا، يعني اللي هي المودرن فوتبول دلوقتي ان انت تدافع عشان تاخد بطولة وخلاص، مشي على الاقل على اي حال يعني. ودلوقتي بوتشيتينو مرشح ومرشح زين الدين زيدان وعدة اسماء مرشحة، ودلوقتي حالا اولهم خلال يعني كام يوم خلال ايام رمضان صبحي. ايه رمضان صبحي؟ ده انت اصلا انت بتقولها كده وانت معدي ماشي، دي هتكون اول صفقه قويه جايه رمضان صبحي. انا بشوف ان هو طبعا هيكون لا بتشوف، لكن اقصد المعلومه جاي. المعلومه ما انا جاي. انا بقول لك المعلومه ان رمضان صبحي خلال ايام هيكون موجود، يعني سيتم الاعلان عن التعاقد او عن عوده رمضان صبحي مره تانية للنادي الاهلي في ظل المفاوضات مع مسؤولي نادي الانجليزي. يمكن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان عايز يزود مده الاعاره تبقى 1.5 سنة، في حين ان نادي كان عاوز 6 شهور بس. مسؤولين في النادي الاهلي وهو هنا دي لسه هي نقطه الخلاف، لكن بتقترب من الانتهاء انه 6 شهور اعاره. لسه لغايه دلوقتي المده ما تحددتش. فاللاعبين والصفقات اللي بتعلن هي الاهم دلوقتي بالنسبه للاهلي علشان يعود الى يعني المكان اللي بيليق بالنادي وبيليق بطموحات الجمهور. ارجع لمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه. فمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه بقى واحد من اهم المدربين في تاريخ النادي الاهلي، لانه كان معاه مجموعه من اللاعبين المميزين جدا. ارجع لمانويل جوزيه بعد ما ساب النادي الاهلي، فشل ولا نجح في تجاربه؟ الفكره ان هي تكامل ما بين اللاعبين والمدير الفني. هو رقم واحد بيكون اللاعبين بتختار يعني هديك مثال بتختار لاعبين. لعيبه المصري هي نفسها اللي كانت بتنافس على التاهل لنهائي الكونفدراليه مع حسام حسن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.